وقعت وزارة التضامن الاجتماعي ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو اتفاقية تعاون ثنائي لتنفيذ 2500 مشروع تمكين اقتصادي في مجال الإنتاج الزراعي والحيواني بهدف تعزيز الأمن الغذائي وتمكين المجتمعات الريفية في محافظة المنيا. من المتوقع أن يعمل المشروع على إيجاد 4000 فرصة عمل، منها 2000 فرصة بدء عمل بدوام كامل و2000 فرصة بدوام جزئي، حيث سيعزز المشروع تطوير نظم إنتاج بستانية وحيوانية أكثر استدامة وكثافة وتنوعا من خلال اعتماد الزراعة الذكية مناخياً.